هذا الملعب، لقاء كان انتهى 2-2. وهذه الكرة ورأسية، جول جول رونالدينيو، هدف تعادل لبرشلونة، هدف السابع هذا الموسم، سابع هدف رونالدينيو، سابع هدف لرونالدينيو، يرتفع رصيده ل 47 هدف في الليغا الإسبانية بهذا الهدف. رونالدينيو يعيد البسمة والفرحة في هذه اللحظات لملعب كامب نو، ويعيد يعني البسمة على وجه رئيس النادي جوان لابورتا. الموسم الثالث لجوان لابورتا، خروج خاطئ من سيزار وارتقاء رائع من رونالدينيو، يضحك على سيرجيو فرنانديز اللاعب الرقيب امامنا، هو يلوم نفسه ويلوم الاخرين، لكن شوف الساحة رونالدينيو بالرأس في هذه المرة، رأس رونالدينيو، رأس اللي مليئة بالكرة، مليئة بالمواهب والمهارة.